بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من ملوك الصراحه. زي ما عودنا حضراتكم نطلع كل يوم جمعه، بس الحقيقه قبل ما بطلع الحلقه احب اقول يعني خالص تعازينا كبرنامج ملوك الصراحه وقناه النادي الاهلي لشهداء الشرطه اللي طبعا ارتقوا النهارده في مواجهات على كيلو 135 على طريق الواحات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ربنا يرحمهم ويعني ندعو للمصابين بالشفاء العاجل. الحقيقة الناس دي ضحت بالكتير عشان البلد تقف، البلد تبقى متماسكة. هم إن شاء الله بإذن الرحمن شهداء عند الله ولا نزكيهم على الله. كل يعني الدعوات بالصبر والسلوان لأهلهم، ويا رب يشفي المصابين. خالص تعازينا الحرة طبعا لأهل الشهداء، وربنا يا رب يجعل آخر أحزاننا في مصر تكون هي دي. حقيقة ننتقل على حلقتنا النهاردة إن شاء الله. حلقتنا النهاردة هتكون ثلاث أجزاء، الجزء الأول أو الانترو اللي أنا مع حضراتكم فيه هيبقى فيه مجموعة من الأخبار والتقارير المصورة عشان ننقل لحضراتكم الحدث جوه النادي الأهلي لحظة بلحظة. هيكون الفقرة الثانية معايا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لشباب يد الأهلي عشان نتكلم على بطولة أفريقيا للأبطال لكرة اليد اللي انطلقت النهاردة في تونس على ملعب نادي الحمامات. هنشوف حظوظ الاهلي ايه، القرعه ازاي، سكتنا عامله ازاي، هنشوف كل حاجه مع كابتن يحيى يوسف، وهو كان طبعا ضيفنا المستمر والمتواصل في الاستوديوهات التحليليه اللي عملناها طبعا الموسم الماضي في كره اليد. ان شاء الله يعني نشوف كل جوانب البطوله، واكيد كابتن يحيى اكيد هيفيدنا في الموضوع ده. عندنا الفقره الثالثه هيكون معانا طبعا بنات الطائره او سيدات طائره الاهلي العائدين من بطولة أفريقيا في الكاميرون، وحصل المنتخب على المركز الثالث. يمكن ما استطاعش يتأهل لكأس العالم، ولكن خد ثالث بعد خسارته المباراة قبل النهائية من كينيا. عندنا آية الشامي لاعبة الفريق حصلت على أحسن إرسال في البطولة، هتكون معانا طبعا. وهيكون معانا اللاعبة رحمة حسن أيضا عشان نشوف ظروف البطولة وإيه الأخبار كانت هناك، شكلنا كان عامل إزاي، يمكن البطولة ما كانتش واخدة حيز إعلامي بالقدر الكافي. هنحاول ننقل لحضراتكم البطولة وإيه اللي حصل فيها وكواليس البطولة أو بطولة أفريقيا للأمم كرة الطائرة السيدات. الحقيقة هبتدي معاكم أخباري النهاردة. طيب قبل ما ننتقل لأخباري عندنا موضوع حصل الحقيقة من حوالي أسبوع. الموضوع ده يعني محتاجين كملوك الصلاة نحط الضوء عليه، لأنه الحقيقة ما ينفعش يحصل. لو احنا عايزين الرياضة تتقدم لقدام ما ينفعش موقف زي ده يحصل أو يتكرر تاني. كان في مباراة في دوري الدرجة الأولى ما بين نادي الطيران كرة سلة ونادي أصحاب الجياد من اسكندرية. المباراة كانت على ملعب المركز الأولمبي في المعادي. الملعب ده كان هو ملعب نادي الطيران، هو أجر الصالة. المباراة الفرقتين راحوا، نادي الجياد جه تكلف الانتقالات وتكلف المبيت في الليلة في أوتيل، راحوا أرض المباراة. المباراة لقوا الحكام الملعب موجودين أو جم متأخرين شوية، ولكن جم حكام الترابيزة مجوش، تم إلغاء المباراة. الحقيقة حرام يعني الأندية بتتكلف وبتعاني من النقص المادي عشان تتشبث بالمشاركة ويجي موقف زي ده يحصل. خليني اعرف ملابسات هذا الموقف. معانا على الهاتف الكابتن عمرو توفيق عضو مجلس اداره نادي الطيران. اهلا بيك يا كابتن عمرو. مساء
مساء الخير يا كابتن هيثم، واولا كده بسلم على حضرتك وعلى قائمين ببرنامج قناه الاهلي الجميله. اهلا بيك يا كابتن عمرو، يا ريت نسمع من حضرتك ملابسات المباراه اللي كانت الجمعه الماضي او الجمعه الماضيه، قول لنا ايه اللي حصل بالظبط واحكي لنا. لا كابتن، احنا عندنا الماتش اول ماتش في الدوري المفروض ان نبتديه ان شاء الله، يعني فروحنا الملعب بتاعنا، احنا مأجرين طبعا المركز الاولمبي في الميعاد اللي هي الارض بتاعتنا. رحنا على ميعاد المباراه بتاعتنا واستعدينا، اصحاب الجياد جم كانوا بايتين طبعا في نفس المركز الاولمبي قبلها بيوم عشان هم في اسكندريه، ونزلنا المباراه. الحكام الملعب وصلوا، فوجئنا ان حكام الترابيزه مش موجودين. طب يا جماعه فين الحكام؟ قعدنا منتظرين مفيش حكام، محدش بلغهم. طب احنا عايزين نبدا المباراه، قال لك ما ينفعش. طب هنعمل ايه؟ حصل طبعا المشكله وضرب. فوجئنا ان بيبلغونا ان الحكام، طب خلاص يا جماعه ممكن نحل. طبعا ده حل اغرب من الخيال، انتوا ممكن تجيبوا واحد من عندكم من النادي عندكم وواحد من نادي اصحاب الدياب والاثنين يقعدوا على الترابيزه وهم حكام ترابيزه. طبعا مستحيل يحصل حاجه زي كده يعني. طبعا طبعا يا كابتن، يعني احنا في دوري وحاجه ارتقاء ولعبه درجه ممتازه دوله ممتازه، ما ينفعش الكلام دوت. احنا كتحكيم صحيح. فطبعا النادي احنا رفضنا واصحاب الجهاز طبعا رفضوا. طب الحل ايه؟ يعني احنا انا بتكلم بس يا كابتن من منطلق ايه؟ اولا طبعا ببارك لمجلس اداره الاتحاد كره السله دكتور مجدي ابو فريخه وقائمته للناس اللي نجحت، لكن احنا بنقول احنا بادئين على دوري، وان الانديه كلها في انديه كبيره وانديه متوسطه وانديه صغيره، وفي ناس عندها موارد وفي ناس ما عندهاش موارد. صحيح. انا بتكلم من منطلق من قوتي، انا راجل عضو مجلس اداره نادي الطيران وبتكلم على حقوق نادي الطيران عندي، انا عايز مين المسؤول عن كده؟ يعني ازاي اللعيبه اللي عندي اللعيبه المغتربه بتاعتي بياخدوا بدل انتقال وبجيبهم عشان خاطر الماتش دوت، وبنعسكر قبليها واجيب اتوبيس ومأجرين دافعين فلوس الاتوبيس ومأجرين وطالعين وجاهزين. ده غير اصحاب الجياد كمان باتوا ليله في الاوتيل، اكيد طبعا تكلفه كانت عاليه عليهم. هيثم اصحاب الجياد باتوا في ليله في مركز يوم المعادي بليله اتكلفت 10,000 جنيه او اكتر من 10,000 جنيه. يعني اتواصلت معاهم عرفت ان اتكلفوا 10,000 جنيه. صحيح. يعني احنا عايزين نعرف بس مين المسؤول عن الخطا ده. يعني انا اللي عارفه ان الحكام اللي بيعين حكام الملعب اتحاد المصري لكره السله. صحيح. واللي بيعين حكام الترابيزه المفروض من منطقه القاهره. صحيح. انا عايز اعرف يعني في خطا من منطقه القاهره، طب ما منطقه القاهره تتبع الاتحاد المصري لكره السله. يعني يا دكتور مجدي الناس دي تبع حضرتك. صحيح. يبقى بعد اذنكم احنا عشان خاطر نرتقي باللعبه لازم نحاسب المقصر، نعرف مين اللي قصر واللي قصر في الموضوع ده. عشان ما تحصلش تاني على الاقل، عشان ما تحصلش تاني. يعني يعني انا مع حضرتك، بس انا بتكلم انا بتكلم كده ليه؟ انا ممكن تحصل لنادي، يعني انا نادي الطيران انا برضو انا في موارد، بس الكلام ده مين هيحاسبني على الكلام ده؟ صحيح. ولو نادي تاني اللي جاي من اسكندريه دوت وهيجي ازاي؟ الاغرب من كده الماتش، اما احنا رفضنا ان نقعد على ترابيزه التحكيم، الماتش اتاجل لاجل غير مسمى بقى لحد ما يشوفوا يبحثوا القصه بتاعته. بتكلفه ثانيه بمصاريف ثانيه طبعا. يا جماعه انتوا الاتحاد دلوقتي، انت بتمثلوا جميع انديه مصر، اتحاد الباسكت المحترم دكتور مجدي ابو فريخه ورفاقه، بعد اذنكم يجب محاسبه المقصرين، مع احترامي لحضراتكم لازم يكون في تنسيق بينكم بالاتحاد منطقه القاهره في هذا الشان، عشان ما تكررش الخطا ده تاني مع الانديه كلها. صحيح. يا جماعه انا يا جماعه حقوق الانديه، انا بتكلم من وجهه نظري نادي الطيران، انا بصراحه انا موجود هنا في نادي الطيران، انا نادي الطيران ده حق الناس عليا ان هم جايبيني في المكان ده وتحطيني كعضو مجلس اداره ممثل ليهم، ان ادافع عن وجهه نظر النادي وجهه نظري المتواضعه واجيب حقوق النادي بتاعي. صحيح. احنا دلوقتي عايزين نشوف الحل ايه، يعني ومين المسؤول عن التكلفه اللي كلفت الفريقين، وان احنا والاتوبيس اللي طلع والناس اللي قعدت في فندق واتكلفت واللعيبه جت واتمرنت في ميزه الملعب. اكيد. نحاسب مين؟ ازاي يعني ايه الحكام ما يعرفوا ده؟ والاغرب بيقول لك ان الحكام ما يعرفوش، يعني ايه؟ انا مش عارف بصراحه. ما هو بص يا كابتن عمرو، اكيد ده حصل، اكيد لما الموضوع وصل كده اكيد في مخطئ، واكيد احنا يعني ادينا في يعني وقت او ادينا ضوء على حاجه زي كده، لانه احنا عشان نتقدم لازم الحاجات دي ما تحصلش. ما عشان كده انا بقول لحضرتك احنا لسه اول ماتش في الدوري، احنا لسه الدوري بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح. فاحنا ان اول ماتش في الدوري ويحصل كده، ده احنا الدوري لسه طويل وفي منافسات وصعود وبطولات. فبعد اذنكم احنا عايزين نشوف المقصر ده عشان ما تكررش. واحنا اكيد برضو بنضم صوتنا مع صوتك كابتن عمرو توفيق عضو مجلس اداره نادي الطيران، بنضم صوتنا مع صوتك، وان شاء الله يكون في يعني تحقيق عاجل من اتحاد السله على هذا الموضوع. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكابتن عمرو توفيق عضو مجلس اداره نادي الطيران. كان مهم جدا نقول عن الحادثه دي، لان هي ما ينفعش احنا كملوك صلاه ان حاجه زي كده تعدي لما نحط الضوء عليها، مش بهدف يعني معين او باخر، ولكن عشان الدنيا كلها تمشي وما تكررش حتى في اي لعبه ثانيه. خلينا نخش في حلقتنا بقى، الاخبار اللي هي تباعا قلناها لحضراتكم جاهزينها. عندنا خبر سيدات طائره الاهلي يفوز على الصيد وديا.
حقق فريق النادي الاهلي للكره الطائره للسيدات بقياده كابتن حمدي الصافي المدير الفني الفوز على فريق الصيد في اطار المباريات الوديه التي اقيمت عصر اليوم الجمعه على الصاله الصغرى بنادي الاهلي والتي فاز فيها الاهلي بخمسه اشواط نظيفه. الحقيقه يعني المباراه انتهت النهارده قبل الاستوديو على طول، فقلنا لازم طبعا نحط الضوء لان في مجهود بيبذل في الطائره. الحقيقه كابتن حمدي الصافي عنده اربع بطولات مهمه السنه دي، يذكر ان الاهلي سيواجه غدا فريق سبورتنج وديا في اطار برنامج اعداد الفريق للموسم الجديد. معانا كمان خبر اهلي طرابلس ينسحب في مواجهه الاهلي في بطوله افريقيا لليد. انتوا عارفين بطوله افريقيا كانت هتنطلق النهارده، كان المفروض في مباراه الساعه 10 صباحا ما بين الاهلي واهلي طرابلس في تونس، ولكن اهلي طرابلس ما وصلش تونس فاضطر اللجنه المنظمه حسبت المباراه انسحاب لصالح النادي الاهلي. تلقى الفريق الاول لكره اليد رجال الاهلي تاكيدا من اللجنه المنظمه لبطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري والتي تقام في مدينه الحمامات التونسيه بانسحاب فريق اهلي طرابلس الليبي من المشاركه في البطوله بعد ان كان من المقرر ان يلتقي الفريقين صباح اليوم. ويخوض الفريق مرانا قويا عوضا عن المباراه استعدادا لخوض المباراه الثانيه في البطوله بعد ان بدا الفريق معسكرا للبطوله منذ عده ايام. الحقيقه كل التوفيق لفريق اليد، مجموعته يمكن اقوى فريق هينقابله ان شاء الله فريق الحمامات التونسي. يعني في طبعا نادي الزمالك بيشارك من مصر كفريق ممثل عن مصر ايضا. البطوله طبعا قويه لان هي يعني بتعمل في تونس والترجي مشارك فيها، الحمامات مشارك فيها، الاهلي، الزمالك، بطوله قويه. الحقيقه نتمنى كل التوفيق طبعا لرجال اليد الاهلي. وطبعا بذكركم النادي الاهلي السنه اللي فاتت حصل على ثلاث بطولات افريقيا، كاس ودوري وسوبر ان شاء الله، والدوري العام طبعا ودوري المرتبط والدرع العام. يعني اليد السنه اللي فاتت كان موسم استثنائي، نتمنى لهم كل التوفيق السنه دي ويكون موسم استثنائي ايضا. الخبر الثاني اللي معانا، ناشئ طائره الاهلي يفوز على الجزيره في بطوله القاهره. حقق ناشئ طائره الاهلي 19 سنه بقياده الكابتن جابر عبد السلام الفوز على فريق الجزيره في اطار منافسات الجوله الرابعه من بطوله القاهره. سيطر الفريق على المباراه منذ بدايتها وخلال الاشواط الثلاثه، وبذلك يكون الفريق فاز في جميع مبارياته السابقه منذ بدايه البطوله. عندنا برضو الخبر الثالث، تنس طاوله الاهلي يستعد لبطوله الجمهوريه الفردي. أكد كابتن أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أن الفريق بدأ الاستعداد لبطولة الجمهورية للفردي للمراحل السنية رجال وسيدات و21 سنة شباب وتحت 18 سنة رجال وسيدات، والمقرر أن تستضيفها صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل. وأضاف عبد الفتاح، انتهينا مؤخرا من المشاركة في بطولة الجمهورية لليوم الواحد وكانت نتائج الأهلي بها جيدة رغم أن إقامة كل مرحلة سنية في يوم واحد يعد إرهاقا للاعبين. أكيد طبعا يوم واحد لما مرحلة سنية تتعمل في يوم واحد اللاعب بيلعب أكتر من مباراة أكيد في إرهاق، بس إن شاء الله إحنا قدها وقدود. واختتم عبد الفتاح أن الفريق يواصل تدريباته اليومية بجدية ليس استعدادا لبطولة الجمهورية الفردي فحسب بل لبطولة الدوري أيضا والتي ستنطلق بعدها مباشرة. كل التوفيق لتنس الطاولة، تنس الطاولة أذكركم 8 سنوات ورا بعض بطل الدوري، كل التوفيق ان شاء الله لتنس الطاوله في النادي الاهلي. اتنقل مع حضراتكم لتقارير مصوره، عندنا ثلاث تقارير مصوره هنشوف فيها برضو احداث كتيره حصلت واستعدادات بتجري على قدم الوساق داخل النادي الاهلي في مختلف الالعاب. عندنا الانترو الاول او سوري الانترو التقارير الاول، تستعد فرق الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي بكل قوه للموسم الجديد من اجل حصد البطولات كما حدث في الموسم الماضي. هنشوف التقرير ده مع الغطس والسباحه التوقيعيه وارجع لحضراتكم تاني. بالنسبه للموسم الجديد اللي هنبتديه ان شاء الله، انت عارف حضرتك كان في انتخابات بتاعه الاتحادات ولسه في انتخابات ان شاء الله الانديه، فيمكن البطولات متاخره شويه. السنه دي الاتحاد اختارنا ان البطولات كلها هتقام بعد شهر 11. هم خلاص انتهوا من انتخابات السباحه ولسه انتخابات النادي الاهلي ان شاء الله يوم 24 او يوم 30، معرفش اتحددت امتى. ان شاء الله اول بطوله عندنا في الغطس يوم 1/11 عندنا بطوله براعم. شهر 12 هنبتدي الناشئين ومرحله العمومي. بالنسبه للباليه المائي او السباحه التوقيعيه هيبتدوا يوم 1/12 هيشتغلوا مرحله 8 سنين و10 سنين، وفي شهر 1 هنبتدي نخش على مراحل 12 سنه و15 و18 واختبارات المنتخب. يعني قدامنا لسه يعني خلال 3 4 شهور هيبقى في بطولات، عندنا كم بطولات كبير جدا. احنا مستعدين بالكلام دوت من ما وقفناش تمرين، احنا شغالين من الصيف شغالين
ادينا اجازه بس يمكن في شهر 8 كده للناس تشم نفسها شويه، ورجعنا نتمرن تاني وعملنا كامبات وعملنا دورات للمدربات، شغالين كويس الحمد لله، وبنعمل من ربنا ان شاء الله يبقى اللي جاي احسن ان شاء الله في النتائج. بيبقى النهارده بالمناسبه كان في اجتماع مع كابتن ايمن سعد وكابتن وائل عزت مديرين الاجهزه، بحيث ان احنا نشوف استراتيجيه تطوير جهاز العاب الماء. احنا عايزين نبقى النادي الاهلي يبقى رائد هذه الالعاب. شفنا ايه الحاجات اللي ناقصانا كادوات كفكر، هنعمل نشتغل ازاي مستقبلا، مش بنتكلم في الشهر او الشهرين اللي جايين، بنتكلم على 3-4 سنين سواء احنا موجودين او مش موجودين. احنا هنحط سياسه عشان يمشي عليها حتى اللي جاي بعدين يبقى مرتاح. كابتن ايمن سعد طبعا خبره كبيره جدا في المجال دوت، بنتمنى ان احنا نستفيد منه. فاتمنى السنين اللي جايه دي النادي الاهلي يبقى في المقدمه زي ما هو في المقدمه، بس مش بمسافه قليله زي ما احنا متعودين. النادي الاهلي عايزينه يبقى متقدم بمسافه بعيده شويه عن المنافسين ان شاء الله. والله المنافسه هتفضل برضه، هو النادي الاهلي بالنسبه لمجال الغطس عندنا نادي اليوبلي طبعا من الانديه الرائده في الغطس، نادي الجزيره، واحنا بننافس معاهم، ثلاث انديه بيعتبروا بينافسوا مع بعض منافسه جامده جدا. بيتوقف بقى على عطاء اللعيب وادائه في البطوله، لو بشكل متميز، اللي بيبقى شكل متميز وثابت وعنده ثبات انفعالي بيكسب، واللي بيعد نفسه كويس بيكسب. احنا السنه دي يمكن جبنا من كابتن طارق نبيل جمعه مدير فني، وجبنا كابتن اسامه كوستا، دول من احسن مدربين في مصر زائد مجموعه المدربين اللي عندي هنا. فاتمنى من ربنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الغطس السنه دي هيعمل نتيجه كويسه جدا ان شاء الله. ده تقرير شفناه طبعا كابتن طارق الصغير اتكلم عن كل ما يخص السباحه التوقيعيه والغطس. الحقيقه في النادي الاهلي حابب اقول حاجه بس، ان النادي الاهلي خلال الثلاث سنوات الماضيه انفق قرابه 100 مليون جنيه على تطوير او البنيه التحتيه لحمامات السباحه في الثلاث فروع. اكيد لازم يعني المبلغ ده محطوط عشان نلاقي مردود على مستوى البطوله. يمكن ميزانيه ضخمه، ميزانيه كبيره، ولكن زي ما احنا شايفين المردود واضح من بطولات، مردود واضح من تألق لاعبين وسباحين يفيدوا منتخب مصر. خلينا نروح للتقرير الثاني. بدأت فرق السباحة أيضا بالنادي الأهلي الاستعداد للموسم الجديد بتدريبات يومية من أجل الوقوف على أعلى مستوى بدني للاعبين قبل خوض منافسات السباحة في الموسم الجديد. خلينا نشوف التقرير عن السباحة وأرجع لحضراتكم تاني. استعدادنا للموسم الجديد طبعا أول بطولة هتبدأ عندنا الشهر ده يوم 25/10 اللي هي بطولة القاهرة. طبعا بطولة القاهرة دي المراحل الناشئين والعمومي، هكون كل المراحل دي مع بعضيها. طبعا البطولة دي مهمة جدا لان فيها اختيار السباحين اللي هيشاركوا في البطولة العربية اللي هتقام هنا في مصر ان شاء الله، فهكون بطولة بالنسبة لنا احنا كنا بنخش بطولة القاهرة استعداد للجمهورية، اصبحت بطولة القاهرة بالنسبة لنا البطولة دي استعداد ان احنا يكون عندنا اكبر كم من السباحين اللي هيمثلوا منتخب مصر يشاركوا في البطولة العربية اللي جاية ان شاء الله. احنا كان عندنا فترة اعداد الفترة اللي فاتت، طبعا المدربين كلها بتشتغل في التكنيك والستايل، بتصلح الستايل بتاعتها وبتعمل الانديورنس تحملات للاعبين للسباحين كلها. بدأت مرحلة الاستعداد للبطولة دلوقتي لان خلاص البطولة بعد بالظبط اسبوع، اقل من اسبوع هتبدأ يوم 25، فكل الاستعداد زي ما بيقولوا النهارده بقت على قدم وساق في الاستعداد، لان طبعا النادي الاهلي مش غريبه عنه ان احنا بنكسب البطولات القاهره وجمهوريه وكاس مصر، فبنطمح ان احنا نعمل ارقام قياسيه جديده ان شاء الله، فبيكون التعب اكتر من الاول، لان طبعا الاهلي بنحتفظ احنا على طول كل سنه الحمد لله بالدرع العام، فبيكون الشغل بتاعنا كله ان احنا بنحافظ على مستوانا بل اعلى. ولو بصينا ورا للفرق الصغيرين اللي ورا عندنا فرقه 2007 دي ان شاء الله بيكون فيها ناس مستعدين، لان ده اول مرحله سنيه بتشارك في 2018 في شهر 2، فبيكون ليها استعداد ده خاص طبعا لان ده اول مشاركه ليها ان احنا بنبني فرقه جديده اللي هي من 2007 اللي فيها البسين ال50 اللي ورا.
ان شاء الله المنافسه كويسه جدا، لان الاهلي طبعا هو اللي بيسيطر على الجميع ان شاء الله، لان طبعا عندنا اقوى جهاز فني هنا موجود في مصر عندنا هنا في النادي الاهلي. الجهاز كله ما شاء الله مدربين ليهم اسمهم وليهم تقول المدربين كلها، حتى السباحين عندنا نخبه من احسن سباحين مصر كلها الحمد لله. شفنا مع حضراتكم استعدادات السباحه للموسم الجديد، عمل على قدم وساق، كل التوفيق لفرق النادي الاهلي. الحقيقه اروح للتقرير الثالث، نظم جهاز التنس بالاهلي، التنس الارضي طبعا بالاهلي ندوه امس بقاعه فكري اباظه بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وجاء على راس الموضوعات في الندوه انظمه انتاج الطاقه للاعب التنس والتغذيه خلال فترات الاعداد والمنافسات. هنطلع للتقرير هنشوف طبعا اتقال في ايه وفي الندوه دي، ونطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نستقبل ضيفي الاول الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لشباب يد الاهلي، عشان نتكلم عن بطوله افريقيا الابطال لكره اليد التي تقام في تونس هذه الايام. نروح للفاصل، نروح للتقرير والفاصل وارجع لحضراتكم. التغذية احد المكونات الاساسيه في عمليه التدريب، يمكن احنا بنتناولها النهارده بشكل سبيسيفيكلي شويه، ويمكن ما فيش حد على مستوى مصر اي ثينك ان هو في مجال التنس اخذها بالشكل اللي احنا واخدينه في النادي الاهلي حاليا. يمكن حتى المحاضرين اللي موجودين احنا بنتكلم داخلين في جوه وسط انظمه انتاج الطاقه للعب التنس، من حيث بقى الايروبيك والانيروبيك واللاكتيك واللاكتيك، كل ده داخل جوه التغذيه، ازاي التغذيه بتساهم في نظام انتاج الطاقه. لعبه التنس مش لعبه عاديه، اللعبه بتتطلب مجهود جامد، ممكن المباراه تقعد 3 ساعات 4 ساعات، بتتطلب تغذيه معينه عشان تساهم بيها جوه عمليه التدريب وجوه المباراه. فكان من ضمن الخطه للجهاز الفني بقياده دكتور طارق صبحي وضمن توجيهاته ان احنا لازم نعمل توعيه لولي الامر، وده ما كانش بيحصل قبل كده، توعيه خاصه النهارده لولي الامر، موجهه للاعبين، موجهه للمدربين. لما انت تعرف دور التغذيه بتعمل ايه، تمام، انت تعرف قبل الماتش بتاكل ايه، وسط الماتش تغذية ازاي، بعد الماتش الريكفري تعمل ازاي، كل ده عن طريق التغذية، ازاي تخزن الجلايكوجين في العضلة والجلايكوجين الكبد، ازاي تخزنه قبلها بفترة بالكربوهيدرات، مواضيع كتير يمكن هتتناولها النهاردة، والجميل انها موضوعة بشكل حرفي بزيادة، واحنا كنا حريصين ان احنا نوجه اولياء الامور بالذات عشان هم دايما عندهم تساؤلات، انا بنتي نزلت الماتش مش قادره تتحرك، نزلت وتعبانه بطنها وجعتها، طب انا من بالليل اكل ايه، طب انا افطر ايه يوم الماتش، طب انا عندي تمرين بعد ربع ساعه وجاي من المدرسه، طب بالميعاد من المدرسه اللي هنا اعمل ايه، كل دي تساؤلات هيتجاوب عليها في الدكاتره في خلال المحاضره النهارده، واستكمالا لخطه التوعيه للنادي الاهلي من ضمن جهاز التنس ان شاء الله. بالنسبه لندوه التغذيه الرياضيه اللي احنا النهارده يمكن من الانديه السباقه ان احنا نعمل ندوه زي دي، من اهم العناصر المهمه جدا لاي رياضي، مش لعبه التنس بس، هي طبعا خصوصا لعبه التنس لانها لعبه المجهود فيها عالي جدا جدا على مستوى المنافسه. ازاي اعرف اظبط الاكل بالنسبه للعيب، ياكل امتى، ياكل بعد الاكل، ياكل ايه، نوعيه الاكل ايه، الاكل اللي بيستفيد منه او ما بيستفيدش، في ناس بتاكل كويس بس ما بيستفيدوش لان نوعيه الاكل غلط، الحاجات دي كلها يمكن في جزء كبير منه انا ما اعرفهاش. انا نفسي بستفاد جدا من الندوه دي، في حاجات الحمد لله عارفها وفي حاجات كتير جدا مش عارفها طبعا. ان شاء الله الندوه دي تفيدنا كلنا كمدربين وكلاعبين. طبعا النهارده ندوه مهمه جدا على التغذيه، بتقابلنا طبعا مشكله كبيره جدا في التنس في قصه التغذيه، لان الجرعات مكثفه جدا خلال الماتش، فمحتاجين جدا الولد يكون عنده تغذيه سليمه قبل الماتش، في وسط الماتش، وبعد الماتش، عشان يقدر يعمل ريكفري بعد كده للماتشات القادمه. فطبعا معانا النهارده اساتذه كويسه جدا بيتكلموا في القصه دي، التغذيه ازاي طوال الاسبوع عامه وبالذات اثناء المباريات، فطبعا هتبقى ندوه مهمه جدا لولي الامور ان هم ينقلوا الكلام ده للولاد ويحاولوا يمشوا بالنظام ده يعني ان شاء الله.